لا يشترط للجمع نية. كيف؟ يعني أنت ممن يباح لك الجمع، كأن تكون مسافرا أو مريضا أو ما شابه ذلك يباح لك الجمع، فصليت مثلا الظهر وأنت لم ترد الجمع، لم ترد جمع العصر مع الظهر، فلما فرغت من الصلاة أردت أن تجمع، يجوز؟ نعم يجوز، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم لا يعلمون أنه سيجمع في سفره، ومع ذلك لم يقل عليه الصلاة والسلام من أن فعلكم غير صحيح، ولم يخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيجمع.